السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي حلوين؟ ان شاء الله بنزل معاكم دلوقتي وصفة حلا تجنن، تقدر تاخديها على الفطار، بتعلي الحرق جدا لان مكوناتها كلها اللي فيها اصلا بتعلي الحرق، او تعتبريه كحلا او سناك للعصر. تابعوا الفيديو. طيب انا بعتذر لان اول جزء من الفيديو طلع مش بيتصور، فانا هكمل معاكم. هو انت بتحطي الجدر بتاعك، بتحطي فيه لتر كامل المقادير بالظبط، لتر كامل من الحليب الخالي الدسم، وبتحطي كوبايه كامله من الشوفان المطحون. شوفان مطحون يعني ايه؟ شوفان عادي بتطحنيه في الكبه. وبتحطي فنجان من العسل، فنجان صغير بتاع القهوه من العسل بس، ده اللي انت بتحطيه. وبتفضلي تحركي على النار هاديه، نار هاديه جدا زي ما انا بعمل كده، وبنفضل نحرك 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 لغايه ما تاخدي القوام ده. ما تقليش عن القوام ده، شايفه القوام اللي في معلقه؟ لو تقلتي عن القوام في معلقه هي لسه هتقعد في الثلاجه، فهتتقل اكتر فتبقى طعمها مش حلو. لكن القوام دوت اللي هو الوسط لما تيجي تقعد في الثلاجه هيبقى طعمها تحفه. طبعا اللي بيعشقوا المهلبيه، الرز بلبن، المحلبي، الحاجات دي هيعشق الوصفه دي جدا. الوصفه دي يا جماعه مغذيه قوي، سواء ليكي للدايت او لاولادك، حاجه مغذيه اليوم، مغذيه وما تتخنش. تمام. دلوقتي هحط بقى معلقه واحده من الفانيليا، تمام، وهقلب قلب قلب كويس جدا. عايزه تحطي علبه قشطه خليت الدسم معاها تكثف الطعم، بس انا شايفه ان هي كده مش محتاجه حاجه تانية خالص. يبقى احنا حطينا لتر حليب خالي الدسم، عليه كوبايه من الشوفان المطحون، وحطينا فنجان عسل، وعلى النار كده زي ما انا بعمل، بفضل احرك 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 لغايه ما اخد القوام ده. افضلي احركي كده بالمعلقه زي ما انا بعمل، او بالمضرب، بس انا عشان ده الجدر ما ينفعش احرك بمضرب. تمام. وعندي الكاسات بتاعتي، هبدا ان انا افضيهم في كل كاسه واحطها تبرد خالص لمده ربع ساعه، بعد كده ادخلهم الثلاجه. ابصوا القوام، تعالوا معايا وانا بصبها. شايفين القوام ده؟ لازم توصلي للقوام ده، اوعي تخليها سايبه قوي تبقى ميه، خدوا بالكم، ولا تخلوها تقيله تبقى ناشفه. وهتحطي طبعا الدرسين، يبقى انت كده عليتي الحرق بالدرسين وبالشوفان، وفي نفس الوقت مغذيه وترست المعده. هتسيبيها كده تهدى لمده نص ساعه او ربع ساعه بس تبرد خالص، بعد كده هتحطيها بالايه؟ الثلاجه. عندي البنت بتقول لي ان الطريقه اللي انا بعملها دي عندهم في الهند على طول بيعملوها عندهم، يعني حاجه اساسيه عندهم. شايفين جمالها؟ رهيبه رهيبه رهيبه. انا حبيت اوريها لكم تاني يوم كمان. بصوا قوامها تاني يوم بيبقى عامل ازاي في الثلاجه، تفضل محتفظه بالقوام بتاعها. بصوا الجمال، ما بتجمدش قوي وتبقى صعبه. انا اهو ماشيه معاكم خطوه بخطوه، ما رضيتش انزل الفيديو ساعتها، قلت استنى لتاني يوم عشان اوريكم قوامها بيبقى في الثلاجه لغايه تاني يوم عامل ازاي. صلاحيتها تقعد معاك في الثلاجه لمده 5 ايام. تمام حبايبي، يلا تقدري بقى دلوقتي تفطري منها وجبه، تاخديها كوجبه غدا، سوري وجبه فطور، مغذيه بتعلي الحرق جدا، مشبعه. يعني 3 حاجات بتعلي الحرق، مشبعه، دايت. يلا كل واحده بقى قومي تشجعي كده ماميز جميله، اعمليها وحطيها بالثلاجه ليكي ولولادك قاعدين بيدرسوا، اديهم كاسه منها. انت اعتبريها فطار او عشاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش تعملوا لي بسرعه تحت الفيديو اشتراك في القناه، سبسكرايب، وضغط لايك لايك لايك، وكمان فعلوا الجرس عشان انا كل جديد او انزله يوصلكم باشعار على تليفونكم.